أبناء الطلائع، تحياتي لكم. أنتم جيل اليوم وأنتم رجال الغد. الأمل، محتاجين الأمل، وأنت اللي هتزرع الأمل، وأنت اللي بتنشر الابتسامة والأمل. ودي رسالتي لكم النهاردة من درس وصورة في قيامنا من تراثنا في الحضارة المصرية القديمة. صناعة الأمل. المصر القديم ما كانش حضارة موت وتحنيط ومدافن، لا، كانت حضارة حياة وسعادة، نشر المرح والسرور. يعني في بعض الناس تعتقد أن المصر القديم حضارة أموات وتحنيط، لا لا لا، بالعكس. المصر القديم زي ما احنا شايفين في الصورة دي، الرأس، هو اللي اخترع الرأس، هو اللي اخترع الموسيقى، الرأس الجماعي هو اللي اخترعه. ليه؟ لأن احنا عايزين الأمل، مش عايزين نيأس، مش عايزين الإحباط. المصر القديم علمنا كده، أجدادنا علمونا الأمل، لازم نصنع الأمل ونصنع السعادة وننشر البهجة. الرأس في مصر القديم اخترعه المصر القديم. أيضا فن الكاريكاتير اللي مشهور في العالم كله اخترعه المصر القديم. طب بصوا معايا في الصورة الجميلة ديت، شوفوا مداعبة المصري الجميل الجميل اللي ما زال لحد النهارده بنقول عليه احنا شعب ابن نكتة. المصري القديم هو اللي ابتدع النكتة ديت. هنا لو بصيتوا طائر وفي قرد وراه بينقشه من ورا بيلعب معاه، ويجي ورا الطائر ولد صغير بينقش القرد، ويجي قرد آخر بينقش الولد بتدرج. الكوميديا، الفن الكاريكاتير، الدعابة رسمها المصري القديم. أيضا من أشهر الفنون في مصر القديمة شخصية توم وجيري اللي احنا كلنا نعرفها، اللي انتشرت في اليوت سنة في السبعينيات. ده اختراع مصري، توم وجيري، القط والفار، هم خدوها من الحضارة المصرية وصنعوا بها أفلام الكرتون الشهيرة جدا توم وجيري. لا، أجدادنا المصريين القدماء هم اللي نشروا السعادة والابتسامة، هو سبب الاختراع. لو بصينا هنا هنلاقي الفار والقط، توم وجيري، الفار قاعد لابس الكتان وماسك زهرة اللوتس، والقط اللي المفروض بيجري وراه هو اللي بيهويله. فسخرية، ان المصري القديم هنا عمل عملية اسقاط، سخرية من الاوضاع، الدنيا تشقلب حالها. فهنا كان بيضحك، كان بيرسم لنا كاريكاتير، عايزنا نعيش في سعادة. المصري القديم اخترع الموسيقى، اخترع الغناء والفن، والحضارة المصرية غنية ومليئة بالآلة الهارب اللي كلنا عارفينها، وبعد كده انتقلت، والآلات النفخ كانت موجودة، الآلات النحاسية اخترعها المصري القديم. ليه؟ عشان ينشر السعادة. لو بصينا أيضا بعض النماذج الأسرية اللي نلاقي الأسرة، الولاد قاعدين بيلعبوا والزوج والزوجة وجنبيهم بيعزفوا الموسيقى في جو من المرح. دي كانت أداة الإعلام في مصر القديمة. رسالتي ليكوا اللي تعلمناها من أجدادنا، انشروا البسمة، انشروا الفرح، تفائلوا، بلاش الإحباط، مش عايزين أي إحباط، لازم زي ما أجدادنا صنعوا السعادة إحنا كمان نصنع السعادة النهاردة. أشكركم وإلى لقاء آخر.